شهدت نقابة المحامين بالفيوم وقفة احتجاجية دعما للقضية الفلسطينية. وطلب المحامون خلال وقفتهم المجتمع الدولي بإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه أهالي غزة العزل واحترام القانون الدولي والمواثيق التي تحمي المدنيين، كما طلب المحامون الحكومات العربية بالوقوف صفا واحدا تجاه القضية الفلسطينية. مساندة قوية من القيادة المصرية والشعب المصري للقضية الفلسطينية، وده واجب على كل مصري، وعلى طول القضية الفلسطينية هي من أولويات وهي القضية الأساسية، قضية مصرية. نظمنا وقفة احتجاجية، وقفة تضامنية مع شعب غزة وشعب فلسطين الأبي الحر، ضد الاعتداء الصهيوني الغاشم وضد الإبادة الجماعية لشعب غزة والأطفال والمدنيين العزل. جايين النهاردة برئاسة النقيب حازم طه وأعضاء المجلس الكرام، نندد بالاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وبنقول لإسرائيل أنت دولة بلا دولة. بنقول للفلسطينيين احنا معاكو، اخواتكو، بندعمكو، بنأيدكو في وجودكو على الارض. احنا هنا موجودين طبعا وقفة احتجاجية لمناصرة الشعب الفلسطيني وضد الاعتداءات اللي بتتم عليهم، ومع قرارات السيد الرئيس طبعا في كل ما اتخذوا ان فلسطين دولة حرة مستقلة، ورافضين التهجير تماما ومعاهم لحين ان تكون هذه الدولة دولة مستقرة، واحنا كمصريين بنؤيد طبعا قرارات السيد الرئيس في هذا الامر.